أول فيلم عربي فيه بطل مثلي جنسي. عبد الله. أولا الفيلم يعني تم عرضه في مهرجان البندقية في إيطاليا ومن بعد في مهرجان تورونتو وتعرض في عديد من المهرجانات الأخرى ومن بعد طرحناه على مهرجان روتردام شافوه ووافقوا عليه. تعرف هذا؟ صحيح. سير شوفي أنا غنسندك في خرجة ديال الصوت. ما حاولتش نكون نمشي مع ما ينتظره الغرب مني أنا وما حاولتش نرضي ما ينتظره مني الجمهور المغربي أو العربي في التعامل مع قضايا ومواضيع نوعا ما حساسة. يعني حاولت ما نحطش الموضوع ديال المثلية الجنسية بوحدو خارج المجتمع. الفيلم ديالي دونك فعلا غادي يتعرض في مهرجان الوطني للسينما المغربية في مدينة طنجة في بداية شهر فبراير. هذا بالنسبة لي حدث كبير جدا جدا. كنتمنى من الجمهور المغربي اللي غايشوف هذا الفيلم في المغرب على الأقل يتواصل مع الطريقة ديال تصوير في فيلم مغربي الواقع المغربي، سواء تقبلوا ان البطل مثلي الجنسي او لا. مريم الفاكهه.